واحد من نجوم الفن الذي سطع نجمه منذ ستينات القرن الماضي، وقدم العديد من الأعمال الفنية الرائعة التي خلدتها السينما المصرية، كما أنه واحد من نجوم الوسط الفني المثقفين، فأطلق ثلاث لغات وأكمل دراسته خارج البلاد، وعاد محملا بثقافة وفن أثقل موهبته وساعدته في خوض تجارب فنية ناجحة. إنه الفنان الراحل عبد العزيز مكاوي، ورغم الأعمال الفنية الناجحة التي قدمها إلا أن نهايته كانت حزينة كحال العديد من الفنانين الذين كرسوا حياتهم للفن. اسمه الحقيقي محمد عبد العزيز أحمد شحاتة، اتولد في يوم 29 يناير عام 1934، وحصل على درجة البكالوريوس في الفنون المسرحية عام 1954، وكان عضو في نقابة المهن التمثيلية. حصل مكاوي على دبلومة في السياسة وأخرى في ترجمة الأدب، وأتقن اللغات الثلاثة الفرنسية والإنجليزية والروسية، ودرس الإخراج السينمائي في الاتحاد السوفيتي ثم أكملها في إنجلترا. بدأ الفنان عبد العزيز مكاوي مشواره الفني من خلال فيلم لا تطفئ الشمس عام 1961 مع المخرج صلاح أبو سيف، وبطولة فاتن حمامة وعماد حمدي وأحمد رمزي. برع الفنان عبد العزيز مكاوي في تجسيد شخصية الشاب المثقف الثوري الذي يحلم بثورة تقضي على الفساد، وذلك من خلال دوره علي طه في فيلم القاهرة 30. كان فيلم القاهرة 30 انطلاقته الحقيقية في السينما، وشارك فيه الفنان عبد العزيز مكاوي كبار نجوم الفن منهم سعاد حسني وأحمد مظهر وعبد المنعم إبراهيم وبهيجة حافظ ونعيمة الصغير وسهير المرشدي وتوفيق الدقن وعقيلة راتب. قدم الفنان عبد العزيز مكاوي العديد من الأعمال الهادفة والتي تركت بصمتها لدى الجمهور، وأبرزها مسلسل العائلة مع الفنان محمود مرسي وليلى علوي، ومسلسل أوراق مصرية مع صلاح السعدني ونبيل الحلفاوي، القضاء في الإسلام ونعتذر عن هذا الحلم، ومسلسل لا وقت للحب مع الفنان رشدي أباظة وصلاح جاهين، ومسلسل الوعد الحق بطولة الفنان عبد الله غيث وسهير المرشدي وأحمد ماهر. وسرعان ما تنقلب الأيام على صاحبها فدوام الحال من المحال، فتحول الفنان عبد العزيز مكاوي فجأة من نجم مشهور إلى إنسان متشرد، وشاهد الناس الفنان القدير متجول شريد طوال النهار في حي الحسين عام 2006، لدرجة وصفه أهالي المنطقة بأنه واحد من المجاذيب الذين يترددون على مسجد الحسين لطلب يد العون، وذلك بعد تجاهله من قبل صناع الأعمال الفنية، خاصة بعد رحيل زوجته التي كان يعشقها بجنون. حيث كشفت وسائل الإعلام أن الفنان الراحل عبد العزيز مكاوي عانى من اضطرابات نفسية منذ أن توفت زوجته والتي تربطه بها قصة حب قوية، فانطوى على نفسه والتي عرف عنها عزتها الشديدة. وانتشرت صور لعبد العزيز مكاوي عام 2011 عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يأكل من القمامة ويمد يده للمرة في أحد الشوارع بمحافظة الأسكندرية، وذلك بعد تعرضه لحادث سير تسبب في كسر ساقه، مما اضطروا لاستخدام كرسي متحرك وفي الليل يفرش الأرض حتى يستطيع النوم. أثارت صور عبد العزيز مكاوي جدل واسع في الوسط الفني، واضطرت نقابة المهن التمثيلية بالتدخل برئاسة الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين والذي وفر له مسكن وحاول أن يجعله يعيش حياة آدمية، ولكنه رفض ونزل إلى الشارع مرة أخرى، ثم دخل للمستشفى للعلاج على نفقة القوات المسلحة وخرج منها بإرادته، ثم نقل إلى دار مسنين في مصر الجديدة. رحل الفنان عبد العزيز مكاوي عن عالمنا يوم الاثنين الموافق 18 يناير من عام 2016 عن عمر يناهز 82 عام، بعد صراع مع مرض الشيخوخة، ومات وحيدا داخل دار مسنين في مصر الجديدة.